يعطيكم العافية في حلقة جديدة من ما لا تعرفه عن كندا. نحكي اليوم عن شخصية مهمة جدا في التاريخ الكندي. هذا الشخص اسمه تيري فوكس. تيري فوكس هو الشخص الذي كان يعدو بحلم، كان يركض عشان يساعد الآخرين. في مثل هذا اليوم في إبريل 1980 ابتدأ تيري فوكس مسيرته حول أو ركضه حول كندا من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. طبعا تيري فوكس هو عداء كندي، ولد سنة 58 في مدينة وينيبيغ الكندية، وكان يلعب ألعاب القوى، وتوفى سنة 1981 بعد سنة تقريبا من بداية ركضه في مدينة نيو ويمسترز في بريتش كولومبيا. عمره كان لما توفي 23 سنة، توفي من مرض اسمه ساركوما. هذا سرطان خبيث بيصيب الجسم وصاب عنده العظم، وبسبب ذلك قطعت قدمه قبل ما يتوفى. ركب قدم اصطناعية، ولكن قرر ألا يجلس في البيت، قرر أن يبدأ بالركض من أجل جمع تبرعات لأمراض السرطان عشان ما حدا يعاني المعاناة اللي عاناها. وفعلا لم ييأس، بل استخدم تلك الساق المعدنية من أجل الركض من مدينة إلى أخرى حول مدن كندا. بدأ في هاليفاكس وجمع مبلغ مش بسيط من أجل السرطان. استطاع أن يواصل الجري لمدة 143 يوم متتالية لمسافة 3339 ميل، يعني 5373 كيلومتر. جمع فيها تبرعات تقريبا 1.7 مليون، لم يصل إلى 2 مليون. كل عام في شهر سبتمبر الكنديين بيعملوا رن ذكرى لتيري فوكس لتجميع أموال من أجل دعم ريسيرش لمرض السرطان، وصاروا مجمعين حوالي 7 مليار دولار خلال السنوات 32 الماضية. طبعا هذا الرجل يعلمنا العطاء، يعلمنا عدم الاستسلام والتفكير من أجل الغير ومساعدته. هذا الرجل inspired a nation. طبعا كل الاحترام لتيري فوكس، وإن شاء الله ما يصير عندكم أي مشكلة، لكن تذكروا تيري فوكس الكندي الذي لم يستسلم وقام بما قام به من أجل أمراض السرطان. أعجبتكم القناة، بأمل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب، لايك، كومنت وشير.